سعدية من الجزائر، تفضلي. ألو، السلام عليكم شيخ. وعليك السلام والرحمة والإكرام يا سعدية. الشيخ لقد أعجبنا الضيف كثيرا. الضيف ودود ما شاء الله، أليف، وعين شكلنا مصير أصدقائنا والضيف إن شاء الله. نعم ابشر يا سعدية. عندي حلم شو يا حلو يا شيخ. سعدية لقد الحلم؟ الشيخ رأيت أخي الأصغر كأنه ذهب إلى السوق وأحضر معه ألبوم خاص بالصور، وكان ذاك الألبوم فارغ، لا يوجد فيه صور، كان جميل جدا ولونه أزرق سماوي. وعندما رأيته أحضر أعجبني، قلت له أعطيني هذا الألبوم لأضع فيه الصور للذكرى. فرفض أخي وقال لي أنا لا أعطيك إياه، وأمسكه وكأنه ضمه إلى صدره كأنه عانق ذاك الألبوم، وأعطاني بدل الألبوم قارورة زجاجية فيها حبيبات تشبه الخرز، وهي شفافة اللون وفيها أسماك صغيرة، ولكن أسماك ليست حقيقية، أسماك مثل الألعاب الشيخ. وتلك الأسماك أيضا كانت شفافة اللون، وكأن أختي أيضا ذهبت معه إلى السوق وأحضرت لأمي معطف لونه أسود. فارتدت أمي ذاك المعطف وقالت لي سأغير هذا المعطف، سأبدأ من الآن سأخرج به، ويعني سأستعمله مكان لباس الخروج العادي. فقلت لها أمي إن أبي لن يتركك ترتدي هذا المعطف بهذا الشكل. فقلت لها، قالت لي أنا أحدثته وأريد أن أخرج به. قلت لها هذا المعطف ينقصه زرين، سأتدبر لك الزرين وألصقهما من الأسفل وسوف تقفلينه لأنه كان مفتوح مين اللي من تبى تلبس الأسفل المعطف؟ قليلا. نعم شيخ، مين اللي تريد تلبس المعطف؟ أمي هي التي لبست المعطف. كم عدد أبناء، كم عدد إخوانك وأخواتك؟ تسعة، نحن تسعة شيخ. كم متزوجين منهم وأوانس؟ الشيخ كلهم متزوجين إلا اثنان. إلا اثنان، هذول الزران. طيب كملي، شفتي كيف احنا نلاحظ المعلومات في الحلم؟ نعم كملي. فقلت لها سوف أشتري لك زرين لتضعيهما في المعطف وتخرجي به. فقالت لي نعم، وكأن أخواتي كلهم يعني في ذاك الحلم ذهبوا إلى السوق شيخ، هذا كل شيء. طيب حلو. الصور هي ما تدل على حالة نفسية وما تدل على تقارب العائلة، لأنه في الصور كان في الحلم أنه إخوانك يريد الصور ياخذها معاه أو يحتفظ فيها بما إلى ذلك. شيخ ألبوم صور. هل في خلافات بينك وبين إخوانك في البيت ولا كلكم عائلة متماسكة؟ شيخ ليس بيننا خلافات، نحن كلنا ترى متزوجين. هذا المقصود، أنا حبيت أسبق المعلومة فقط. الحلم يدل بأن علاقتكم العائلية قوية، وشراء الزرين يدل على الطلب وأنك لا تنتظري أن يأتي العريس لبيتك، فذلك يدل بأن أمك وأنت تتوجهون لله سبحانه وتعالى. هذا الطلب، الشراء في الحلم هو الطلب، أن تتوجه لله سبحانه وتعالى وتطلبين منه لك ولأختك تسهيل الزواج وتيسير الأمور، والدعاء هذا قد يعينكم وتفرحين في زواجك البنات المتبقيات. أنت قلت اثنين متبقيات لم يتزوجن، وهؤلاء الاثنتان هما الزران الذين سوف يجيبكم الله ويزوجهم. هذا والله العليم الحكيم.